أهلا بكم. ما دلالات كشف منظمة الصليب الأحمر عن مئات الآلاف من العراقيين المغيبين في سجون غير رسمية؟ وكيف يصمت العالم عن هذه الانتهاكات والجرائم الإنسانية بينما يحيي كل عام في 30 من شهر آب اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري؟ من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تغييب المواطنين العراقيين على أساس طائفي؟ هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن دفن عشرات المدنيين بعد تصفيتهم تحت مسمى جثث مجهولة الهوية هي واحدة من أبشع جرائم الحرب، ووصفت الهيئة ما حدث بأنه محاولة لطمس حقائق هذه الجريمة وهوية مرتكبيها. ولكن من يقف وراء مسلسل التغييب القسري لأهالي مدن بعينها؟ وكيف يتم هذا المسلسل الممنهج بكل حرية ودون قيود أخلاقية يحكمها القانون؟ فوصفت هذه الجرائم بأنها مركبة تضمنت القتل وإخفاء هوية المغدورين. يتهم البعض الحكومات المتعاقبة في العراق منذ الاحتلال بالتواطؤ مع الميليشيات وتورط القوى المتصارعة على السلطة بعمليات الاختطاف والتغييب. أما البعض الآخر فيتساءل عن الدور الحكومي أمام عمليات التغييب القسري لمئات الآلاف من العراقيين. ويرى البعض الآخر أن الانتهاكات الممنهجة هي أداة من أدوات مشروع التغيير الديموغرافي في العراق. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ما وراء جرائم التغييب القسري في العراق في ظل صمت دولي مطلق. نتابع هذا التقرير. بعد أن أدخلوا أدراج النسيان وصار مصيرهم معلقا ما بين الموت والحياة، لا بأس من تحديد يوم يستذكرون فيه عل العالم ينتبه لمأساتهم. اليوم العالمي للمفقودين في 30 من آب مر كحال غيره من الأيام في العراق، تصريحات سياسية للاستهلاك الإعلامي وتغاض عن سبب المشكلة والوصول إلى نحو مليون مفقود ومغيب بحسب Human Rights Watch، وفوق ذلك إشادة بالجاني ومساعدته في إتمام جريمته كما حدث مؤخرا مع نحو 230 جثة تعود لمخطوفين ومغيبين من جرف الصخر والتي وجدت في الطب العدلي بمحافظة بابل قبل أن تدفن في كربلاء وتدفن معها أسرار الجريمة. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن دفن عشرات المدنيين بعد تصفيتهم تحت مسمى جثث مجهولة الهوية هي واحدة من أبشع جرائم الحرب، ووصفت الهيئة ما حدث بأنه محاولة لطمس حقائق هذه الجريمة وهوية مرتكبيها، وهي جريمة مركبة تضمنت القتل وإخفاء هوية المغدورين، مشيرة إلى أن ذلك يثبت مرة أخرى تواطؤ الحكومة مع الميليشيات وتورط القوى المتصارعة على السلطة بعمليات الاختطاف والتغييب. في العراق ما زال ملف المفقودين يمثل شاهداً على بربرية السلطات وتنازلهم عن أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية، فالبلد أضحى مثالاً صارخاً في انتهاكات حقوق الإنسان، ففضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب ومصادرة الحريات، العراق يحتل مركز الصدارة عالمياً في أعداد المغيبين قسرياً بحسب ما أكدته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بينما قدرت منظمة Human Rights Watch أعداد المفقودين في العراق ما بين 250 ألفاً إلى مليون مفقود. مع بداية الاحتلال الأمريكي برزت سياسة التغييب والاختطاف كمنهاج لحكام العراق الجدد، حيث كشف عن العديد من السجون السرية التي تجري فيها عمليات تعذيب تقشعر من هولها الأبدان. بيد أن الأمر تضاعف بعد عام 2014، حيث شنت ميليشيات الحشد عمليات قتل واعتقال شملت عشرات الآلاف، طويت صفحة الكثير منهم سوى ما يظهر بين الحين والآخر عن سجون سرية تكتظ بنزلائها، كما هو الحال مع ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية عن سجون سرية تديرها الأجهزة الحكومية في الموصل وأخرى تديرها الميليشيات في جرف الصخر وسط تجاهل حكومي واضح. أمر أقر به رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي بالقول إنه لا يوجد أي تعاون للسلطات الحكومية والأمنية في قضية المغيبين قسراً.
الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 تمارس عمليات منظمة للتغييب القسري لآلاف العراقيين، آخرها حكومة عبد المهدي التي تشارك بتلك العمليات بشكل مباشر وتعين عليها وتغض الطرف عن مرتكبيها وتخفي مصير المغيبين الذين يحظى خاطفوهم بحصانة قانونية. إذن أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نصرة الضوء في هذه الحلقة على التغييب القسري في العراق والصمت الدولي المطبق. أرحب بضيوفي الكرام، ضيفي في الأستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى كامل. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا عبر سكايب من عمان الأستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. ورحب أيضا من لندن عبر سكايب الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. أستاذ صباح مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، يعني الإخفاء القسري ما أبعاده في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دائما تتم معالجة أو تناول هذا المحور من جانب إنساني. نعم. موضوع الإخفاء القسري وموضوع الاعتقالات وموضوع كثرة السجون الرسمية المعلنة وغير المعلنة والميليشياوية المعلنة وغير المعلنة، لكن هناك في الحقيقة العديد من الأبعاد التي تقف خلف هذا الموضوع أو يتبدى هذا الموضوع من خلالها. هناك البعد الإنساني طبعا لهذه المشكلة الكبيرة التي يعني تشمل مساحات واسعة من يعني أبناء الشعب العراقي وتحديدا في المدن في حزام بغداد والمحافظات المجاورة لبغداد، وأيضا هناك أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية لهذا الموضوع. البعد الأساسي في هذا الموضوع هو تجري محاولات لتغيير ديموغرافي سكاني في هذه المناطق، وأخص بالذكر مناطق حزام بغداد سواء حزامها الشمالي أو الجنوبي أو المحافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين ونينوى وبابل، وخاصة في مدن جنوب شمال بابل جنوب بغداد. هذه المدن كانت مسرحا أو ميدانا بالأحرى لعمليات المقاومة الوطنية الباسلة التي أذلت المحتل الأمريكي ودحرته وأدت إلى استنزافه بشكل كبير وتغييره لبرامجه وخططه في العراق، ولذلك يجري الانتقام من أبنائها بشكل حقيقي. أيضا هناك المشروع الإيراني أو الفارسي بالأحرى، وهو مشروع عنصري طائفي إرهابي توسعي يهدف إلى أو يستهدف العراقيين ويستهدف الأمة في الحقيقة. ومن هنا كانت الأبعاد السياسية لهذا المشروع. مشروع الإخفاء القسري هو يعني كما قلنا يجري أو تجري عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة من خلال عدة وسائل، ليس فقط الإخفاء القسري وهو يعني مدار حديثنا اليوم، ولكن أيضا من خلال جعل هذه المدن مدن غير قابلة للحياة. نعم. طرد أهلها، جعلها مدن طاردة لأهلها. نعم. وبالتالي يعني تغيير سكانها. نعم. باستجلاب عناصر سكانية جديدة من الخارج. نعم. أو من الداخل. نعم. أيضا أرحب بالأستاذ الدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. أستاذ صباح مرحبا بكم. يعني العراق يحتل مركز الصدارة عالميا في أعداد المغيبين قسريا، هذا بحسب ما أكدته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. يعني هناك محاولات للتغيير الديموغرافي مثل ما تحدث الأستاذ مصطفى كامل، وأيضا هناك مشروع إيراني في المنطقة. يعني هل بات العراق يعني تغيب فيه أبسط المعايير الأخلاقية وأبسط المعايير القانونية؟ أظن أن المفيد إذا بدأت الحديث على الجانب القانوني يتعلق جانب السياسي ممكن الحديث لاحقا، وممكن الحديث ايضا عن الخطوات التي يمكن يعني اتباعها في حل هذا الوضع المؤسف، ولكن اعتقد بدايه مثل ان يصل
الاحساس المهتمين بها، ان موضوع مفهومي هو يتعلق باحساس قانون دور الانسان، وخاصه الاساسيات واكثر سلبيه أستاذ صباح. إذا سمحت لي هناك يعني خلل في الصوت، سنعاود مرة أخرى إذا سمحت، سنتصل بكم مرة أخرى إلى أن يتأمل الصوت بشكل أوضح. أرحب بالأستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ينضم معنا عبر سكايب من عمان. أستاذ عمر مرحبا بك. أهلا وسهلا حياكم الله. يعني هناك يعني كشف لمنظمة الصليب الأحمر، ربما ليس هو الكشف الأخير، هناك الكثير من التقارير التي صدرت وهناك الكثير من البيانات والدلائل والمؤشرات، هناك مئات الآلاف من العراقيين المغيبين قسرا في حين أن العالم كل سنة يحتفل باليوم العالمي للمفقودين والمغيبين في 30 من آب من كل سنة. من وجهة نظرك، هل العراق يعني بات في عالم آخر، في كوكب آخر غير كوكب الأرض؟ لماذا لا يتم تسليط الضوء على هذه الجرائم التي تنتهك في العراق؟ نعم، تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. تعد التقارير الصادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ضمن أحد التقارير الدولية الأساسية والنوعية صراحة التي قامت بها أو التي تقوم بها المنظمة الدولية للصليب الأحمر، ولكونها مختصة في جرائم التغييب والمفقودين في زمن الساعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولكل هذه التقارير مكاسب وعيوب، وهذه العيوب هو ضعف الآليات الدولية في التعامل مع هذه التقارير والاهتمام بها. أما الإيجابية التي فيها هو الاهتمام والبحث من قبل هذه المنظمات، سواء كانت دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة Human Rights Watch أو العفو الدولية، وأيضا المنظمات المحلية والإقليمية، وهي تشير في تقاريرها دائما بأهمية دلالات هذه التقارير وكشف زيف التجربة الديمقراطية أو العملية السياسية، شيوع قانون الغاب وشيوع مظاهر القتل والتغييب تحت اسم القانون. وبهذا تشير التقارير سواء هذه اللجنة أو غيرها إلى انعدام مستوى القانون والإنسانية في الأجهزة الحكومية والتعامل معها في والتعامل مع المجتمع العراقي من قبل هذه الحكومات المتعاقبة ومنذ عام 2003 وإلى اليوم، وسواء من قبل هذه الأجهزة أو من قبل الميليشيات. إذن إذا كان الأمر يتعلق بكشف عن حقيقة هذه الجرائم والتي تعد آلية أساسية من ضمن مناهج التقارير والإدارة الدولية، حيث أن التقارير إلى الآن لم تقدم شيئا جديدا عن الأعمال المنشية التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة ذو الاحتلال إلى اليوم، والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، والذي ينقص نتائج التقارير الدولية عن وضع حد هذه الانتهاكات من قبل مجلس الامن او المجتمع الدولي ومعاقبه المصريين والسنه في الحكومات. طيب. وحقيقه هذه الاعمال يعني كان بها لها تدريبات. ابقى معي يا دكتور عمر، ابقى معي استاذ عمر الفرحان. نعم، ابقى معي لو سمحت. أيضا سنعاود الاتصال بك مرة أخرى في حتى يعني يتأمن الصوت بشكل أوضح. بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، هناك أبعاد ربما يعني تتحدث عن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، هي ليست بالجديدة، يعني ظواهر الجثث المجهولة الهوية ابتدأت منذ الاحتلال وحتى اللحظة. يعني لافتت أو عنوان الجثث مجهولة الهوية، يعني لماذا استخدم هذا إعلاميا؟ كيف وظف إعلاميا بحيث أنه صار أمرا عاديا، يعني ترتكب هذه الجرائم في العراق دون يعني قيود وبكل حرية وتحت عنوان الجثث المجهولة الهوية أو هؤلاء إرهابيين أو هؤلاء لصوص؟ كيف يمكن ذلك؟ يعني في إطار كما قلنا إطار الانتقام من هذه المدن المقاومة والمحافظات التي وقفت في وجه المشروع الفارسي والمشروع الأمريكي، وهو مشروع
مشترك لإلغاء هوية العراق ومحو صورته العربية والإسلامية، يجري ارتكاب جرائم عديدة. من أهم هذه الجرائم موضوع الجرائم الجثث المجهولة، وفي الحقيقة يعني لا توجد هناك جثث مجهولة. هذه الجثث المجهولة في الغالب هي يعني بأكثر من ربما من 90 أو 95% هي لمعتقلين أو محتجزين أسرى لدى الميليشيات الإرهابية التي ربما فاق عددها 100 ميليشيا، وكل ميليشيا لها عدة سجون وعدة معتقلات سرية لا يعرفها الصليب الأحمر الدولي أو لا تعرفها المنظمات الإنسانية، لكن تعرفها السلطات الحكومية الأمنية منها والعسكرية والإدارية. وبالتالي فهم كل هذه الجهات شريكة في عملية الارتكاب الجرم. هؤلاء يجري احتجازهم بعبر يعني إلقاء القبض عليهم من خلال حملات للمداهمة غالبا صورية، ويجري الزج بآلاف الأبرياء في السجون، وحينما يعني طبعا عن طريق وتعذيبهم المخبر السري وغير المخبر السري. هناك أيضا حملات انتقامية شاملة، يعني هي أنا لا أسميها عشوائية، ولكن هي تجري كانت في السنوات الماضية تجري محاصرة منطقة، ويعتقل كل الشباب الذين يتم العثور عليهم في تلك المنطقة. بعد ذلك يجري تعذيبهم سواء كانوا هؤلاء يعني عليهم بلاغات وأوامر إلقاء قبض أو لا توجد عليهم أوامر إلقاء قبض، وإنما يجري حشدهم هكذا وحصرهم في يعني جغرافيا، ثم يجري اعتقالهم. بعد ذلك بعد عمليات التعذيب والممنهج وعمليات الاستنطاق التي يعني لا تصل إلى نتيجة لأنها ليس لها أصلا يعني هدف، يجري التخلص من أعداد منهم، وربما يعني يستشهد البعض منهم تحت التعذيب، وهكذا ترمى هؤلاء هذه الجثث الطاهرة ترمى في الأماكن المختلفة في الساحات الترابية في المبازل في الأنهر، ويجري التخلص منها. لماذا يتم انتقاؤهم طائفيا على أساس طائفي؟ لأن هناك مشروع فارسي طائفي يستهدف تغيير هوية العراق وتغيير هوية هذه المدن والانتقام من أهلها. وبما أن هؤلاء يعني ينتمون إلى مذهب معين أو أبناء طائفة معينة في العراق وببعدها الواسع، يجري الانتقام منهم بهذا الشكل. هناك يعني مسألة، الحقيقة هذه الجريمة جريمة مركبة، هي ليست جريمة ذات وجه واحد. هناك أولا الاعتقال بدون وجه حق، هناك التعذيب، هناك القتل، هناك الإخفاء في كل هذه المراحل التي تحدثنا عليها، ثم بعد القتل يجري التخلص منهم وهذه جريمة أخرى، ثم يجري دفنهم بشكل أنها جثث مجهولة، وبالتالي هم تم تغييبهم في حياتهم وتم تغييبهم أثناء التعذيب والسجن، وأيضا تم تغييبهم أثناء الموت. فهذه جريمة يعني حقيقة لا يوجد مثيل لها في كل العالم. هناك أنظمة ظالمة كثيرة في العالم ترتكب مثل هذه الجرائم، تعتقل الناس بالعشرات بالمئات بالآلاف، تضعهم في معسكرات احتجاز لأسباب عرقية لأسباب طائفية لأسباب دينية إلى آخره. وجدنا مثل هذا في الصين، في بورما، في الهند، في غيرها إلى آخره. لكن أن يجري يعني اعتقالهم بشكل قسري وتغييبهم بشكل قسري، ثم تعذيبهم، ثم الانتقام منهم وقتلهم، ثم رمي جثثهم، ثم دفنها، وكأن هؤلاء يعني قضوا نحبهم بحوادث طرق أو صعقا بالكهرباء أو غرقا بالأنهر، في حين يجري دائما الحديث يعني وسائل الإعلام التي تحترم نفسها تكشف دائما عن جثث تم الانتقام منها. هناك آثار تعذيب، هناك آثار قتل، هناك يعني أصفاد
في الجثث، ونعود الى ما عرفناه من منذ بداية الاحتلال، عملية يعني تعذيب الأسرى بالمثاقب الكهربائية ثم رمي جثثهم وهكذا. هذه المسألة ليست جديدة، هذه المسألة يعني تعود إلى السنوات الأولى لبداية الاحتلال الظالم، وإلى إنشاء فرق الموت التي أنشأتها الإدارة الأمريكية، إدارة الاحتلال الأمريكية. هناك أمر بالتعاون يعني مع الميليشيات الإرهابية التي كانت موجودة في إيران. من الأهمية ما كان ذكر فقط أنه دور الأمم المتحدة في ذلك، يعني الأمم المتحدة أشادت بعمل الحكومة العراقية مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري المعروض حاليا على البرلمان العراقي. الأمم المتحدة تدعو الحكومة إلى التحقيق بجميع حالات الإخفاء القسري وكشف المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة. يعني الآن وبعد مضي أكثر من 16 سنة على ظهور يعني أو على استمرارية عمليات التغييب للعراقيين، هنا كيف تقيم يعني هذا الطلب الأممي من الحكومة؟ الحقيقة هذا الطلب هو لرفع العتب، لأن الأمم المتحدة ومن خلال أكثر من 16 سنة من وجودها في العراق المحتل تعرف جيدا أن لا تجاوب من الأجهزة الحكومية ولا البرلمانية ولا الأمنية ولا العسكرية مع كل مطالبها. هناك الحديث دائما عن هذه القضايا، عن التعذيب، عن الإعدامات، عن الإخفاء القسري، عن يعني انتهاكات حقوق الإنسان بالمجمل وبالتفصيل أيضا، ولكن تعرف الأمم المتحدة أن لا توجد هناك استجابة، وبالتالي فإن الأمم المتحدة بهذه العملية يعني تشترك مع الجهات العراقية بين قوسين، أو المتحكمة بالعراق بالحقيقة تشترك بالجريمة من خلال تسترها عليها ومن خلال عدم متابعة الوصول إلى النتائج. طيب. لأن هناك الكثير من اللجان شكلت والأمم المتحدة جزء منها ولا تصل فيها إلى نتيجة. اسمح لي أن أسأل الأستاذ عادل، هنا الدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. أستاذ صباح، يعني الأمم المتحدة دعت الحكومة إلى التحقيق في جميع حالات الإخفاء القسري، كيف تقيم دور الأمم المتحدة في ذلك؟ أعتقد بما أنه هناك صعوبة في التواصل على السكايب وبالتالي هذا الشيء على التليفون، إذا تأذني خليني أقول لك كل الأشياء التي تأتي في البرد. نعم تفضل. يتبهر أن موضوع الاتفاع في موقع أحكام الدولة الإبتاد وخاف تأتبع وقتا وقليل إضافة لعام 1907 وقت أن دولة إنسان عرف. الصوت غير واضح، نعتذر منك دكتور صباح المختار، يعني نأسف لعدم وضوح الصوت من المصدر رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. إذا سمحت لو بقيت معنا سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. هل جاهز الأستاذ عمر الفرحان أم لا؟ نعم. أستاذ عمر الفرحان مرحبا بك مرة أخرى. الأرقام التي ذكرتها منظمة الصليب الأحمر، قالت وذكرت المتحدثة باسم المنظمة أنها الأرقام الرسمية لأعداد المغيبين ما هي إلا قطرة في بحر. يعني هيئة علماء المسلمين في العراق يعني وصفت ذلك بأنها جرائم ترقى أو جريمة ترقى إلى جرائم حرب البشعة. يعني من وجهة نظرك، يعني المتسببون بهذه الجرائم كيف تنظر إليهم الحكومة؟ يعني حتى أن بعض المتحدث أو متحدث في لجنة الإخفاء القسري وهو عضو سابق في هذه اللجنة وهو محمد العبيدي تحدث عن أن الحكومة تقوم بتعيين من يشترك أو بالتحقيق هم أنفسهم من مرتكبي هذه الجرائم، جرائم التغييب القسري. كيف تنظر إلى تعاطي الحكومة مع موضوع التغييب القسري ودعوة الأمم المتحدة الحكومة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة؟ طبعا على الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري في عام 2010،
لأنه من الواضح تماما وكما أشارت التقارير الدولية أن الحكومة في بغداد غير معنية بإنفاذ هذه الاتفاقية، أو على الأقل أنها غير مهتمة بمتابعة متطلبات الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية. وعلى ضوء ذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها المحلي، وبالتالي فإن هذه الحكومة لا ترغب في التعامل مع هذه المعطيات وهذه القوانين الدولية، وبالتالي ترى أن يعني التعذيب والتغييب والقتل والتهجير يجري على مستويات عليا في حكومة بغداد، من يعني رئيس الحكومة، قائد القوات العامة المسلحة، الأجهزة الحكومية كافة، كل هذه الأجهزة هي تتبع أساليب وحشية في التعامل والتعاطي مع الحالات التي هي تقول أنها تشكل خطر أو تهدد الأمن. وبالتالي فإن هذه الأفعال التي تقوم بها الحكومة هو بحد ذاته هو إرهاب حكومي وعمليات إجرام ممنهجة تحت القانون. وأيضا لازالت المدونة القانونية للحكومية خالية من أي إشارة إلى جريمة الإخفاء القسري، بحيث يمكن اعتمادها في المحاكم لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. والجميع يعلم أن حتى قضاة التحقيق والمحاكم تمارس هذه الجرائم تحت مسمى فرض القانون وحماية القانون، وتحمل المنظمات الدولية والأمم المتحدة الحكومات مسؤولية حوادث الإخفاء القسري تحت قيادة رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة، بإشارة إلى أن هذه الميليشيات أو الحشد الشعبي مبينة أن اللجنة الدولية للمفقودين التي تعمل مشاركة مع حكومة بغداد تقدر عدد المفقودين في العراق ما يتراوح من 250 ألف إلى مليون شخص، وهذا العدد كبير جدا، وهذا يعني يجب التعامل معهم وفق آليات قانونية دولية تحت بنود كثيرة في مجلس الأمن. وهذا يخول الأمم المتحدة بأن تتعامل مع هذه القضايا وفق هذه البنود، وتعمل على كشف الحقائق ومصير هؤلاء المغيبين من دون الرجوع إلى حكومة بغداد. وبالتالي إنها إذا ما أرادت تحقيق العدالة الدولية في هذه المسألة فإنها يجب أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة والتحقيق والقيام في هذه الأعمال الدولية في العراق، محاسبة المقصرين وتقديم الجنايات في المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أقفلت حكومة بغداد معاقبة هذه الجرائم. وفي نفس المنوال نرى أن هناك عقبات كثيرة تكتنف هذا الموضوع، سواء كانت في أروقة الأمم المتحدة أو في منظمة جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات المعنية في هذا الملف، أن الإرادة الأمريكية والسياسة الأمريكية الضاغطة على هذه الدول تمنع أو تحجب في التعامل والتعاطي مع هذه الملفات دوليا، وحسب ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على حكومة بغداد أو تنفيذ مشاريع دولية على العراق. نعم أستاذ مصطفى، إلى أي مدى تعتقد أن هناك ربما يعني توجد متاجرة بقضية التغييب القسري وقضية الجثث المجهولة الهوية والمختطفين والمغيبين؟ هذه مسألة بالغة الأهمية. يعني موضوع المتاجرة بالجثث هو ليس المتاجرة المادية فحسب، مع أنه نحن نعرف أن مثلا الشخص الذي ظهر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل مؤخرا يقوم بدفن الجثث وكأنها عمل خيري، هو أيضا عنصر من عناصر الميليشيات والإرهابية، ويتم تمويله من المال العام بهذه الطريقة، يعني أنها وسيلة لتمويل ميليشياته من خلال دفن الجثث المجهولة وكأنها جمعية خيرية فقط، وفي الحقيقة هي يعني لها أبعاد تمويلية. لكن هناك مسألة أهم من هذا، هي مسألة المتاجرة السياسية بالجثث. أولا
يعني في من بقايا أو من آثار حرب الكويت 1991، هناك قضايا المفقودين الكويتيين. نعم. ويعني هذه قضية لم تحل في طيلة السنوات التي يعني بين 1991 إلى 2003، ثم حصل الغزو والاحتلال الأمريكي وبقي هذا الملف مفتوحا. هناك رغبة من الجانب الإداري أو المتحكم بالعراق لإثارة موضوع المفقودين الكويتيين بين حين وآخر. هذا أيضا يجري يعني من خلاله، أولا يعني إدامة مشاريع الفتنة والتخريب مع الأقطار العربية المجاورة من جهة، ومن الجهة الأخرى يجري عملية تغييب إضافية للمعتقلين أو المحتجزين العراقيين. قبل أسابيع ظهرت في وسائل الإعلام أخبار تشير إلى تسليم أعداد من الجثث رفات إلى الجانب الكويتي ضمن آليات التسليم المعروفة في حينها، وتاجرت السلطات العراقية المختلفة باعتبار أنها وجدت هؤلاء في بعض المدافن في صحراء منطقة السماوة، وباعتبارهم من ضحايا أو من المفقودين الكويتيين. وفي الحقيقة يعني بعد ذلك ظهرت تم تسليم هؤلاء رفات هؤلاء الضحايا المغدورين إلى الجانب الكويتي باعتبارهم من أبناء الكويت الذين تطالب الكويت بمعرفة مصيرهم. وفي الحقيقة اتضح أن جرى إعلان حكومي من الكويت أن هؤلاء يعني لا يوجد أي دليل على أنهم من أبناء الكويت، لا توجد هناك مطابقة لعمليات للحمض النووي الDNA، ويعني دحضوا المتاجرة السياسية الخبيثة التي حاولت السلطات العراقية المعنية القيام بها في هذا المجال. يعني هذه قضية بالغة الأهمية. أشير إلى مسألة الزميل الأستاذ عمر الفرحان تحدث عن أعداد للمغيبين قسريا بين يعني 250 ألف إلى مليون، هذا يعني من ما صدر في التقرير المفوضية طبقا إلى التقارير الدولية. نعم. هذه يعني إذا تلاحظ أن هناك يعني أنت تقول ربما التغييب بين 250 إلى 300 ألف، الفجوة قليلة، لكن الفجوة الكبيرة تدل على أن هناك غياب كامل للمعلومات وهناك تعمد في إخفاء هذه المعلومات. أنا أريد أن أشير إلى قضية متعلقة في هذا المجال، وهي عملية الاعتقالات العشوائية، يعني ما تسمى بالاعتقالات العشوائية، وأنا أقول هي اعتقالات غير عشوائية وإنما مبرمجة، لكن ليست محددة لأشخاص معينين، وإنما كما قلت لك يجري حجز منطقة بالكامل تطويقها واعتقال كل شبابها. هناك قضية مهمة، أنا يعني أمتلك وثيقة صادرة من السلطة القضائية إلى الجهات الأمنية في بغداد تقول لهم كفوا الاعتقال بأوامر القبض الصادرة بالأسماء الثنائية. يعني أنت تعرف الأسماء في العراق تتكرر كثيرا، محمد جاسم، جاسم محمد، أحمد شهاب، شهاب أحمد، أخضير عباس، عباس أخضير، حسن فلاح، فلاح حسن، إلى آخره. هؤلاء يعني هذه الأسماء تتكرر ربما بمئات الآلاف وربما بالملايين أيضا بين أبناء الشعب العراقي. تصدر مذكرة إلقاء قبض على شخص اسمه أحمد شهاب دون تحديد العمر، دون تحديد الملامح، دون وجود صورة طبعا، دون تحديد اسم الأم مثلا، دون الثلاثي أو الرباعي أو اللقب، وبالتالي يجري اعتقال كل من يمر من نطاق التفتيش ويحمل هذا الاسم. الأدهى من ذلك أن أحيانا، وهذه تقول الوثيقة، أن أحيانا يجري اعتقال الشخص المعني، لكن الوثيقة عمليات الاعتقال تبقى مستمرة ليزج بمزيد من أحمد شهاب
في السجون العراقية، ونحن وجدنا مثلا أحد الأشخاص تشابه اسمه مع أحد المطلوبين وجرى تعذيبه رغم أنهم يعرفون الشخص المقصود. يعني ليست أيضا مثل قصة أحمد شهاب تتكرر كثيرا، لكن هناك شخص محدد بسين صاد عين، صورته معروفة، اسمه معروف، شكله معروف، جرى اعتقال شاب ليس بالعمر الذي يتطابق مع الشخص المطلوب، وليس بالشكل الذي يتطابق مع الشخص المطلوب، فقط تشابه الأسماء. وهذه يعني مسألة حقيقة مثيرة للسخرية ومثيرة للألم ومثيرة لكل شيء. يعني جرى اعتقال هذا الشاب، تم تعذيبه بطريقة وحشية وتعليقه من رسغيه، وبعد ذلك جرى إطلاق سراحة، وبسبب يعني حدوث مرض الجنجرينا في إصابته بالجنجرينا في يديه تم بتر اليدين وجرى تذويب المسألة وكأنها لم تحدث، وهذه حدثت بالمئات وربما بأكثر من المئات. هناك يعني هذه الأعداد التي تحدث عنها الأستاذ عمر الفرحان بين 250 إلى مليون، والتي أشار يعني هو نقلها عن تقرير دولي كما قلنا، هذه مسألة خطيرة بالغة الخطورة. يعني أين ذهب هؤلاء؟ أنت لا تتحدث عن 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000، أنت تتحدث إذا افترضنا أنها 500,000 أو 300,000 أو 700,000، أين ذهب هؤلاء؟ يعني أنت لا تتحدث عن أعداد قليلة ولا عن منطقة محددة، هذه أيضا منطقة جغرافية واسعة الانتشار. يعني هناك لحد الآن هناك آلاف الجثث مرمات في أزقة الموصل. اليوم بالذات نشر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الذي يقوم بدور مهم جدا، أنا أعتقده الوحيد في العراق الذي يستطيع أن يوثق أو الذي استطاع أن يوثق انتهاكات حقوق الإنسان على مدى 16 عاما في تقرير سنوي يصدر بشكل ممتاز لا نظير له على الإطلاق. اليوم نشروا عدد من الصور للجثث التي ملقات في أزقة شوارع أزقة وشوارع الموصل المدمرة حتى الآن، رغم مرور نحو سنتين على استخلاصها من يد تنظيم داعش الإرهابي. وأصلا هو يعني عملية إدخال تنظيم داعش هذه قصة جريمة أيضا بحق هذه المدن التي تحدثنا يعني عليها. هناك برلمانيات عن محافظة نينوى، يعني قلنا أن نينوى قدمت ما لا يقل عن 6,300 معتقل ومغيب ومختطف. أنا أعتقد أن هذا العدد أيضا مطعون فيه، ربما حتى هذه الأرقام هناك، يعني هذه أرقام، هناك أرقام أكثر بكثير. ولكن نتساءل بعد فاصل قصير إن شاء الله، ما علاقة التغييب القسري وجرائم التغييب القسري بالمشروع الأمريكي في العراق، والذي ابتدأ يعني بلا شك موضوع التغييب القسري هو ليس بجديد، هو ابتدأ بعد احتلال العراق عام 2003. ابقوا معنا بعد فاصل قصير. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم مرة أخرى، سنتضاف في هذه الحلقة على التغييب القسري في العراق والصمت الدولي المطبق، وأعود إليك أستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. يعني منظمة حمورابي لحقوق الإنسان العراقية تتحدث عن أنه لا توجد مؤسسة رسمية في العراق
يعني معنية بالبحث عن حقوق المغيبين والمفقودين. هناك عوائق موجودة، ولكن أنتم بصفتكم يعني عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، هناك الكثير من المراكز المتخصصة بحقوق الإنسان ومتابعة أحوال المغيبين والمفقودين وذويهم أيضا. يعني هل هناك يعني خطى ممكن أو على قيد الإنجاز، أو هناك خطى ممكن تفعيلها في هذا الإطار من قبلكم ومن قبل أي أطراف ممكن أن تشاركونهم؟ نعم، يعني هذه الجهود يعني كما تحدث قبل قليل، جهود المنظمات الدولية والمحلية في كشف مصير أو كشف دلالات الجريمة التي تحدث في مناطق العراق، ولا سيما جريمة المخفين قصرا والمغيبين. والآن نحن نجري على استمالة العدد كبير من أسماء المغيبين والتواصل مع ذويهم، وبالتالي نوثق هذه المعلومات بشكل دقيق: مكان الاعتقال، جهة الاعتقال، تاريخ الاعتقال، المكان الذي ذهبوا إليها الجهة التي خطفت هؤلاء المدنيين، وبالتالي نوثقها بشكل قانوني، ومن ثم نرسلها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكونها اللجنة الدولية أو المنظمة الدولية الوحيدة المختصة في هذا. كيف تواجهون يعني كيف تواجهون العقبات، حتى وأن الكثير من المؤشرات والكثير من المصادر تتحدث عن أن حتى النازحين لم يسلموا من موضوع المتابعة؟ يعني هناك ميليشيات تقوم بإلقاء القبض على النازحين الهاربين من مناطق الحروب والمناطق الساخنة بدعوى أنهم متهمون بالمشاركة تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش. في هذه الحالة يعني ألا تلاقون هناك معوقات وصعوبات فيما يخص الخلط ما بين هذا الأمر وذاك؟ نعم، يعني هذا هو العقبة الوحيدة، هو غياب القانون في العراق. يعني عندما يكون هناك تحكم وسطوة من قبل جهات خارجة عن القانون، لا يمكن لأي منظمة حتى لو كانت الأمم المتحدة أن تحصي هذه الأعداد ومعرفة مصيرهم أو التحكم في الأعداد هنا وهناك. وبالتالي فإن غياب القانون هو العامل الأساس أو والعرقل والعقب الكؤود التي تضع أمام طريق المنظمات الدولية والمحلية في معرفة وتدقيق هذه التفاصيل في التي تجري في العراق. وبالتالي فإن هذه الأعداد يعني حتى لو استطعنا أن نستميل أو نأخذ المعلومات البسيطة من هؤلاء المدنيين، ممكن أن تشكل هذه حلقة أو بداية موفقة لأن تكون هناك يعني سلسلة تعقيبات وسلسلة تحقيقات أخرى من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية في أن تتبع مسيرة هذه الجرائم، سواء كانت في المدن المحررة أو في المناطق شبه مستقرة أمنيا. وبالتالي نقوم نحن كما تحدثت أنه نضع هذه الأسماء في قوام وحسب شهود العيان، ونقدمها ضمن مذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلى مجلس حقوق الإنسان، يعني عبر آليات عديدة في هذا الشأن. وبالتالي نستطيع الحلقة الأولى أو الصورة الأولى بأن نوثق هذه الجرائم بشكل قانوني، حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب مستقبلا إذا ما أراد المجتمع الدولي التدقيق والتحقيق العدالة ومحاسبة الجرائم التي المجرمين على جرائمهم التي ارتكبت خلال هذه الفترة. والجميع يعلم يعني أن هؤلاء الحكومات المتعاقبة عمدت وعملت على الكثير من الجرائم، سواء كانت في السجون أو في النزاعات المسلحة الداخلية، وسواء حتى في التهميش والإقصاء والتهجير. هذه كلها موثقة دوليا، وتعلم علم اليقين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية أن هذه الحكومات هي جاءت لتعاقب المجتمع العراقي. والعراق ليس أكبر الخاسرين رغم التدمير المتعمد كما جرى فيه من قبل الاحتلال وعمليته السياسية تحت حماية المجتمع الدولي، ولكن الإنسانية بإجماعها هي أكبر الخاسرين. ونحن
نعلم يقينا أن المخطط الذي يراد للعراق من قبل بعض دول المنطقة بتدمير موروثه الحضاري والفكري ويستهدف تدمير الإنسان هو حلقة متسلسلة من الصراعات الطائفية والخطط الدولية والإقليمية على القضاء على الإنسان العراقي وحضارته. إن هذه الحقبة ستبقى في التاريخ شاهدا إضافيا على الإخفاق الكارثي للعالم في التعاطي مع ظروف تشكل أرضية خصبة لجرائم جماعية وحشية ترتكبها الحكومات في ظل الاحتلال الأمريكي. وطبعا في أن سياسة الشيطنة المتمثلة بموقفي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من أزمة العراق أيضا أوجدت أرضية خصبة للانتهاكات ضد حقوق الإنسان وأصبحت الحكومات بلا حسيب ولا رقيب. شكرا لك أستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ مصطفى أخيرا، يعني في العراق البعض يصف ويقول بأن العراق لم تزدهر فيه أي صناعة سوى صناعة الحروب من الداخل أو صناعة السجون السرية، والعراق في كل تقارير المنظمات الدولية والهيئات الاقتصادية أنه في قعر دول العالم، حتى في أنه الأسوأ على مستوى المعيشة على مستوى العالم. هنا يعني المشروع الأمريكي جاء بموضوع أو جاء بسياسة أو منهجية التغييب القسري والسجون العلنية والسرية، إلى أين ترى أن هذا الأمر كله سائر في على نفس طريق المشروع الأمريكي، وإلى أين سيصل بالمقابل؟ ترى أن العالم ينظر إلى ما يجري في العراق وهو ساكت رغم توثيقه لكل ما يحصل؟ المشروع الأمريكي الإيراني المشترك في العراق في غزو واحتلال العراق هو مشروع تدمير العراق وقتل شعبه وإفقار أهله ومحو هوية هذا الوطن أو هذا القطر العربي، الهوية العربية الإسلامية لهذا البلد، وتحقيق أمن الكيان الصهيوني من خلال إنهاء قوة العراق. هذا هو أساس المشروع الأمريكي الإيراني المشترك في غزو واحتلال العراق، وهذا يجري تحقيقه بشكل مستمر وممنهج وعبر خطوات مرحلية بشكل تفصيلي على مدى 16 سنة الماضية. وموضوع التغييب القسري وانتهاكات حقوق الإنسان وتغيير الديموغرافي لأسباب طائفية وعرقية، أيضا يجب أن لا ننسى الجانب العرقي في موضوع التغيير الديموغرافي كل في شمال العراق تحديدا، كل هذا يجري في إطار المشروع الذي تحدثنا عنه. لكن كل ذلك أصبح موثقا دوليا. نعم، هناك جهات دولية الآن تقوم على رصد وتوثيق هذه الجرائم، يعني هذه الانتهاكات الكبيرة المستمرة على مدى 16 سنة ونصف في العراق. تقوم هناك جهات عديدة حقوقية وقانونية دولية تقوم برصد هذه الجرائم وتوثيقها وتقديم تقارير بشأنها إلى يعني المنظمات العالمية الكبرى مثل وخصوصا المفوض السامي لحقوق الإنسان. وهنا أشير بالذكر الطيب ما يعني ما يقوم به مركز جنيف الدولي للعدالة في هذا المجال الذي يقوم بشكل دوري برصد وتوثيق هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. لكن هناك مشكلة كبيرة في العراق أن هناك تحدث عنها الأستاذ عمر الفرحان، وهي غياب القانون الذي يمنع الوصول إلى المنتهكي الجرائم وإلى توثيق يعني إلى الضحايا، وبالتالي هناك تقصير كبير في عملية التوثيق من الداخل، وهناك قصور كبير في كل ما يجري. ولكن نحن خصمنا الولايات المتحدة هي التي احتلتنا، وأنا أذكر فقط أولئك الذين يصمتون لأن أمريكا هي خصمنا أن الله أكبر من أمريكا. شكرا لضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا لك لوجودك معنا، ونشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من عمان الأستاذ عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، والشكر موصول أيضا للأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.